السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف اللاندسكيب. فعلا اللاندسكيب كويس جدا، بحيث ان لو عندك اصلا شخصية تقدر تنفع اللاندسكيب وتعرف تنفعه. بمعنى ايه؟ لو انا فعلا هنضيف كده احد الشخصيات، هقول له اد نيو، بعد كده اد بيكتشر، واقول له ثيرد بيرسون، وادي نضيفته للمشروع بتاعي. طيب هاجي هنا بقى اقول له ان انا عايز من السيتنج وورلد سيتنج، واقول له خلي المود بتاع اللعبة يبقى ثيرد بيرسون. طيب دلوقتي لما اقول له بلاي افترض الشخصية هي. طيب فرض ان انا ما عنديش الارضية ديت، اللي اعمل سيلكت كده ليه دي ودي، ديليت 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 ديليت، وقلت له بلاي، هتلاقي الشخصية دي وقعت في الخضم. طيب اقول له ستوب، وبعد كده انا عايز اطلع لاي شكل من الاشكال اللي فوق، تقدر تعمل عليها دبل كليك يروح من بعدك للشكل. طيب عايز ابدا اضيف لاند سكيب، فهاجي هنا عند اللاند سكيب. طب عشان اطلع اعمل اب واشوف المشهد من فوق، هدوس رايت كليك مع حرف الاي، الحروف اللي هي احنا متعودين ان احنا نلعب بيها، يعني حرف الدبليو والاي والاي والاس والدي، نعمل دوس رايت كليك يبدا يفعل. طيب انا عايز اضيف هنا ماتيريال بتاعت الجريس، فهاجي هنا واقول له اعمل فلتر للماتيريال، بيبدا يجيب لي كل الماتيريال، ابدا اشوف الجريس وابدا اسحبه واحطه، وابدا احدد اللوكيشن الروتيشن السكيل الحاجات دي كلها، ابدا ادوس كرييت يبدا يعمل لي الارض بشكل ده رايت اي، ابدا اطلع الدبليو اقرب، الاس ترجع وهكذا. طيب تقدر تيجي من هنا وتشوف الامور، مثلا زي تعمل نحت مثلا معين، يعني ممكن تعمل رمل، رمل بمعنى ايه؟ تختار نقطة ونقطة وهو يبدأ يوصل بينهم، دي أول نقطة، وتاني نقطة تقدر تكبر بالشكل دوت، تمام؟ وتدوس انتر فهو يبدأ يعملها لك بالشكل دوت. طيب تقدر تيجي من هنا مثلا تقول له أنا عايز أعمل سموث، تبدأ تنعم، تقدر تتحكم في حجم الفرشة بتاعتك، خليها كبيرة أو صغيرة، وتبدأ تنعم بشكل ده، تقدر تكبر في أي حتة، تصغر في أي حتة، تعمل نويز في الأرضية بشكل دوت. تقدر تقول له أنا عايز أغير مثلا فلاتين، خلي كله في نفس السوا. تقدر يعني في إمكانيات كتير جدا إنك تغير زي ما أنت عايز، يعني تقدر تغير برضه في السليكشن، تقدر تضيف، تقدر تحذف، تقدر تحرك لموف معين، تقدر تغير شكل الفرش بتاعتك في اي شكل انت عايزه، الباترن بتاعك. تقدر تقول له انا عايز اعمل نحت كده بشكل دوت،